إذن كما تشاهدون نحن الآن أمام مدرسة أبي ذر الغفاري، هذه البداية الموجودة في مقاطعة تيارت، حيث حاصرت بالأمس أو يوم أمس تحديدا الساعة 10 مساء قوة من مكافحة الإرهاب هذه المدرسة، لاعتقادها أن السجناء الفارين من السجن المدني، السجناء الإرهابيين الفارين من السجن المدني يوجدون داخل هذه المدرسة. شهود عيان يتحدثون عن محاصرة هذه المدرسة واستخدام طائرات الدرون للتفتيش والبحث. أيضا حسب المصادر لم تتمكن القوة التي حاصرت هذه المدرسة من القبض على الفارين. الآن يعني فيما يتعلق أو جدير بالذكر أن الأشخاص الفارين من السجن المدني يتقدمهم الإرهابي الخطير الشبيه محمد الرسول، وهو إرهابي مولود عام 1985، وهو متهم محكوم عليه بالإعدام ومتهم بالخيانة العظمى وحمل السلاح ضد الدولة، وهو أيضا شارك في عملية تورين التي راح ضحيتها 12 جنديا من جيشنا الوطني، وأيضا السالك الشيخ هو الإرهابي الذي حاول تفجير نواكشوط عام 2011، العملية المعروفة جدا. وأيضا يعني هو سبق وأن فر سابقا في العام 2015 وتمت استعادته من غينيا بيساو، وهو أيضا يعني محكوم عليه بالإعدام وأيضا بالخيانة العظمى والانتماء لجماعة إرهابية وحمل السلاح ضد الدولة ومحاولة تفجير العاصمة نواكشوط، وهو إرهابي خطير جدا حسب المعلومات. الآن أترككم مع عينات وآراء لبعض شهود العيان، بعض المواطنين الذين التقينا بهم قرب هذه المدرسة، مدرسة تيارت أو مدرسة أبي ذر الغفاري، حيث حاصرت قوة خاصة من مكافحة الإرهاب يوم أمس هذه المدرسة. يوم أمس ما أدرى عنده شيء كيف هذا درون هو دخلهم نقروا إلى عندهم دافع. نحن مواطنين يا قرية أمس خلعونا قطعا، بسنا متوسفسين ما رقدنا، جاونا هنا تيافر ويتر نقزوهم ما نعلمين بي، هو قالنا كيف يلي عدلوا يافوز ورددددددددتو خلعنا. نحن عندنا بيتك شعب كامل حاضر فيه، قلنا لهم يا شنو ما يكلمه ما نعرفه، نين رسول بالمدرسة كونسلتا وغاس يا وسكرته ماشي وقت ما قبل الحمد لله. قعد اصبح قلت تريقة عندي توان، قلت لهم قوموا شيء طلعوا، قال نحن خايفين المدرسة، قلت له مدرسة مالا، قالوا فيها صنادرة والعياط، قلت له ما كلها خلعوا شيء طلعوا، نين يخليك شي دار نقصك المدير اللي حكم بلادكم، احنا قريبة من المدرسة امبارح دخلوا لكن فوق جارنا شفناهم جاو عناصر الشرطة قالوا عنهم واخدين اثنين من الارهابيين عنهم شافوهم هون تخشوا عنهم لابسين لباس متحجبين وهذا الشيء، تو قالوا عنهم خشوهم ما نعرف خشوا من، قالوا المدرسة راكبوا فوق الدجاج كانوا جابوا شي رواية تكجي براه شنو ايه، تو داو شفنا البارح قال بعد قالوا عنهم سمعنا عنهم ما فاتوا كردوهم، تو داو شفنا البارح قطع ما شاء الله ما عندنا الحمد لله على الدولة ان شاء الله تحمينا ان شاء الله، حكموا عنا ارهابيين كوب